أما المخرج الكويتي عبد العزيز الصايغ فشكر عبر حسابه على انستغرام كل الأشخاص اللي دعموا وساندوا في مهمته كرئيس لمهرجان الكويت للسينما الجديدة واللي انتهت فعاليات دورته الأولى من أيام. وفي اليوم الختامي تم إعلان أسماء الفائزين بالجوائز أونلاين، والمزيد في خبرنا الأول في الإنسايت هيك. وعضو لجنة التحكيم خالد أمين تواجد نيابة عن رئيس اللجنة علي الرئيس وأعلن عن أفضل فيلم روائي كويتي قصير. الفائز الأول بقضية والفيلم الثاني أو الفائز الثاني فيلم واحد إخراج حمود العنزي. أما جائزة أفضل فيلم روائي عربي قصير فراحت للفيلم الرسالة الأخيرة للمخرج العراقي ملاك عبد علي. الفائز الثاني فيلم يوم عادي إخراج أنس الزهراوي من دولة فلسطين. الفائز الثالث فيلم حقي إخراج أروى جندوبي من تونس. مبروكين. ومن عمان قدر فيلم سلطانة للمخرج خالد الزجالي يفوز بجائزة أفضل فيلم وثائقي عربي. ومن الداعمين لها الدورة واللي كان لهم مشاركة فيها اليوم أستاذ المسرح الدكتور عماد العكاري. مشكورين وما قصرتوا كلن باسمه، وهذه البداية. وبنفس الروح الإيجابية والدعمة تكلم رئيس نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتيين الدكتور نبيل الفيلكاوي. مبارك لرئيس قطاع السينما بالنقابة، رئيس مهرجان الكويت للسينما الجديدة، المخرج فنان عبد العزيز الصايغ وفريقه الفني الناجح الكبير الذي راح يحصد مهرجان الكويت للسينما الجديدة من خلال جديته ومن خلال التخطيط والتحضير.